السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة لنواصل سلسلة تغطياتنا مع فقرة أين أنت. اليوم سنخوض جولة شاملة مع نجم كروي ذاع صيته وأبدع وقدم وتألق مع الساحرة المستديرة. هذا النجم مثل فريق النوار سابقا والمنتخب الأولمبي والعسكري أيضا، وهو حاليا خارج الوطن منذ عقدين من الزمن يعمل مدربا للفئات العمرية. بالتأكيد المتابع يتساءل، ونحن بدورنا سنسأل ضيفنا عن تفاصيل عدة ومنها أين أنت الآن؟ صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونواصل فقراتنا الخاصة باستذكار الشخصيات والقامات الرياضية العراقية. اليوم معنا النجم الدولي السابق سعد عبد الرحيم، هذا الرياضي الذي يعتبر امتدادا جميلا لبقية النجوم بعدما ارتبط اسمه بفريق الزوراء ليقوده إلى العديد من الإنجازات تجسدت بلقب الدوري الممتاز لعدة مواسم، فضلا عن لقب بطولة الكأس فيما كان هو هدافه ومهاجمه الصريح والقوة الهجومية الضاربة له طيلة فترة الثمانينات، ليكون له شأن كبير في خط هجوم الزوراء بعدما تميز بمهارة عالية في اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص. ولا ننسى أهدافه التي أحرزها في أكبر الأندية ومنها في مرمى فريق القوى الجوية الغريم التقليدي للزوراء، بالإضافة إلى أندية الشرطة والطلبة والرشيد الذي كان يضم صفوة لاعبي المنتخب الوطني آنذاك. رائد يناول ويستلم جميل، وعاد العقلة وأمام المرمى، وهدف جميل ملعوب مرسوم للزوراء سعد عبد الرحيم. الكابتن سعد عبد الرحيم مثل الزوراء لعقد من الزمان، وتحديدا من عام 84 ولغاية 94، وقد حقق معه لقبي الدوري والكأس 3 مرات، فيما خطف لقب بطولة أندية مجلس التعاون العربي التي أقيمت في الأردن في عام 89، ونال فيها لقب هداف البطولة، فضلا عن لقب البطولة ذاتها التي أقيمت بالعراق في عام 1990. مشاهدينا، لم تقتصر حدود عبد الرحيم على نادي الزوراء فقط، بل انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي في عام 1987، كما مثل المنتخب العسكري المشارك في تصفيات بطولة العالم العسكرية التي أقيمت في دولة الإمارات عام 1988، وله مشاركات كثيرة منها مع الزوراء في تصفيات بطولة الأندية العربية أبطال الدوري التي أقيمت في الأردن، وكان أيضا أحد لاعبي الزوراء المشارك في بطولة اليوبيل الفضي لنادي السالمية الكويتي في عام 1989، كما جرب الاحتراف في بنغلاديش لفترة قصيرة. وقبل كل ذلك كان أحد لاعبي نادي الرشيد في موسم 83-84 الحاصل على بطولة الدرجة الثانية والمتأهل للدرجة الأولى. كلام عن سعد يعني حتى لا تكون شهادتي مجروحة، لكنه حقيقة واقعة. سعد عبد الرحيم من النسخ النادرة والعمال الصعبة التي مرت بها الكرة الزورائية، يعني ما معناه أنه نوع نسخة نادرة أنه قليل وجود هكذا نوعية من اللاعبين، خلق أدب مستوى فني ومهاري عالي جدا، التزام انضباط، مسيرته خالية من المشاكل مع الحكام مع اللاعبين الآخرين، فيضاف إلى ذلك أنه ترك بصمة واضحة. من مميزات سعد المهمة والبارزة في كرة القدم خصوصا مع فريق نادي الزوراء هي أنه يملك رؤية بصرية جميلة جدا أثناء المباراة، يعني قادر على التركيز والانتباه
وغير متأثر بالمحيط الخارجي دائما، كل تركيزه منصب على طريقة اللعب على مستوى الأداء، فلهذا كان مبدع، لاعب هداف، سجل أهداف جميلة. يقطع عبد الأبي ناجي، هجمة مرتدة نادي الزوراء، مناولة إلى سعد عبد الرحيم وأمام المرمى وإلى الخارج، إلى الخارج عبد الأمين ناجي، فرصة ضيعة. مشاهدينا متواصلون مع فقرة أين أنت التي نسعى في محتواها الوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية خير تمثيل. هذه وقفة قصيرة نستقبل بعدها ضيفنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. مشاهدينا دعونا الآن نرحب بضيفنا العزيز المدرب الكروي الكابتن سعد عبد الرحيم الذي انضم إلينا عبر السكايب من العاصمة القطرية الدوحة، فأهلا وسهلا بك كابتن، سعداء بحضورك المتميز معنا. سعيد جدا أستاذ بلال بتواجدي معك ومع قناتكم المحترمة وبرنامجك المميز. كابتن طمني عنك وعن صحتك، وأين أنت الآن؟ الحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة الحمد لله وماشي بالصورة الصحيحة، وحاليا أنا متواجد في دولة قطر تقريبا من 2012، أنا موجود هنا في دولة قطر وعامل أيضا في الأندية القطرية، عملت في نادي الشحانية ونادي الخور وحاليا في نادي مسامير بدرجة مدير تطوير الشباب وأيضا مدرب تحت الـ 14 سنة. طيب للحديث بقية، ولكن اسمح لنا أن نتابع التقرير التالي الذي يستعرض ويلخص مسيرتك كأحد نجوم العراق، نتابع ولنا عودة. الله سعد عبد الرحيم بيستغل خطأ من شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد، بدأت الحكاية، حكاية واقعية قدم لنا خلالها المبدع سعد عبد الرحيم سيمفونية جميلة راقت لنا وأطربت مسامعنا، ليختزل عقدا من الزمان بسرعته الفائقة التي أذهلت الجميع بعد أن عانى منها مدافعي الخصوم وحفرت في ذاكرتهم خيبات عدة كان لعبد الرحيم دور فاعل فيها عندما هز شباكهم رغم وجوده خلف المهاجمين وفي جهة اليسار. من فريق الإدريس الشعبي وفي العام 73 كانت الانطلاقة الأولى لهذا الفتى ابن 12 ربيعاً، وتحديداً من ثانوية كلية بغداد النموذجية، عندما برع ما بين بقية طلاب المدرسة ضمن الفريق المدرسي ليفصح عن قدراته ومهاراته الهجومية الفاعلة، سارقاً الأضواء من بين بقية أعضاء الفريق ومنه إلى نادي العمال لتكون المحطة الرسمية الأولى في مشواره الرياضي، ومنه إلى نادي الأعظمية ومن ثم الرشيد الذي صقل موهبته تماماً في دور الدرجة الثانية ليساعده مع بقية اللاعبين في التأهل إلى الدرجة الأولى. لا يعلم عبد الرحيم ما يخبئه القدر له، ففي ليلة وضحاها وجد نفسه أحد مهاجمي فريق الزوراء العريق صاحب الإنجازات والقاعدة الجماهيرية الأوسع، ليبرز معه أيما بروز ويكون أحد نجوم الفريق بعد أن كتب اسمه كثاني هداف بعد كريم صدام مع النوارس، وكاد أحد أهدافه الحاسمة أن يطيح بالعلاقات السياسية مع جمهورية مصر العربية في بطولة مجلس التعاون العربي عندما هز شباك الإسماعيلي بهدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة والذي منح كأس البطولة للعراق. ورغم التألق والإبداع الذي حققه عبد الرحيم مع المدرسة الزورائية، لكن علاقته الحميمة مع ثعلب الزوراء الذي هو من جلبه لفريقه لإيقانه بقدرته التهديفية ومهاراته الفنية العالية كادت تعصف بها ريح عاتية من خلال وشاية لأحد المشجعين همس بها بإذن فلاح حسن، وما كان من الأخير إلا تأنيب عبد الرحيم بعد تسجيله هدفا حاسما للزوراء في إحدى المباريات حتى توضحت الصورة وعادت المياه إلى مجاريها، لتدخل مسيرته منعطفا جديدا تمثل بانخراطه بخدمة الاحتياط
ليجد نفسه أحد مبدعي فريق الجيش الذي كان الحصان الأسود لبطولة الدوري العراقي، ومنه إلى الاعتزال وامتهان التدريب. وهذه أجمل خطرة ولا زالت خطرة وماكو أحد خطأ لي. الله 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 سعد عبد الرحيم الله الله سعد عبد الرحيم عبد الرحيم. أهلا بك كابتن مرة أخرى. هل هنالك دوافع ذاتية أو يعني عوامل مساعدة كانت وراء بروزك مع الزوراء، رغم أنك يعني مثلت عدة أندية غير النوارس؟ الحقيقة أستاذ بلال، تعرف أنت يعني لاعب كرة القدم يفترض أن يكون عنده طموح مهما يكون هو في أي مركز وفي أي موقع، يعني دائما هو ينشد الأفضل وينشد الأحسن. أنا حقيقة مريت في يعني تجارب عديدة مع أندية مختلفة، سواء كانت على الدرجة الثانية أو في الدرجة الأولى، لكن أيضا كان الطموح هو أنه أنت توصل لأعلى، ما نقول أعلى المراتب، لكن في المستوى الإنجاز أو في مستوى الظهور والبروز على المستوى المحلي. فكان هو هدف الوصول إلى نادي الزوراء يعني كطموح، والحمد لله رب العالمين حققته وكنت متواجد هناك على سنين عديدة ومواسم عديدة. نعم. مع أنك نلت الشهرة والأضواء مع الزوراء، يعني لكنك يعني تركت في وقت كان الجميع يحلم بارتداء فانيلة الفريق، ما السبب في ذلك؟ والله أنت تعرف يعني مرت على العراق ظروف عديدة، يعني أنت تعرف أكو في مصطلح يسموه الجيوسياسي، وهذا يرتبط طبعا في الموضوع البيئة وموضوع الظرف العام اللي يعيش البلد. طبعا هذا يأثر كثير، يأثر على يعني حتى تطوير المواهب، وأيضا يأثر على بروز اللاعب واستمراريته في العطاء. فإحنا الحقيقة أنا تركت في موسم 94 أعتقد، في موسم 93-94، وكان في ظرف الحصار قوي طبعا على العراق، وعاش في ظرف يعني اقتصادي صعب. وأيضا أنا في ذيك الفترة يعني بلغت تقريبا فوق 30، فيعني وصلنا إلى مرحلة أنه ممكن نترك الأمر للاعبين الجدد ولاعبين الشباب في أنه يظهروا إمكانياتهم. وتعرف أنت يعني اللاعب يجب أن يكون عنده رزنامة يعني ويحدد أهداف معينة. ففي ذيك الفترة أنا صراحة اقتنعت ووصلت إلى قناعة أنه يفترض أنه إحنا نترك اللعب في نادي الزوراء ونعطي المجال والمساحة للاعبين الجدد. طيب كابتن سعد، رغم أنك كنت تلعب بخط الوسط أي خلف المهاجمين وعلى جهة اليسار، لكنك يعني كنت ثاني هداف بعد كريم صدام الهداف التاريخي للزوراء، كيف حصل ذلك؟ الحقيقة مرات في بعض الأحيان يعني اللاعب يفترض أن يكون عنده ملكة الإبداع، ودائما هذا يأثر يعني يأثر على العمل الجماعي بالنسبة للفريق. في بعض الأحيان يعني قد تكون واجبات محددة مثلا من قبل المدرب، في ذيك الفترة كان الكابتن فلاح حسن تحياتي له من خلال هذا البرنامج، هو حس في أنه في قدرات وإمكانيات أنه ممكن يستفاد من عدها، صح أن يكون كلاعب بسط لكن ممكن يعززها في الجانب الهجومي، فكان يعطيني صلاحية أنه أكون مشارك ولاعب ثالث في منطقة العمليات. فهذا أيضا أعطاني مساحة يعني أعطاني حرية في أنه أبرز قدراتي في هذا المكان، وتعزز دائما في تحقيق أهداف. يعني الأمانة ما في مباراة يعني ما أدخلها وأشارك فيها إذا ما أكون أحقق فيها هدف، إذا ما أحقق فيها هدف أكون عامل مساعد في تحقيق زملائي لأهداف. وهذا الشيء ترسخ يعني حتى ترسخ في عقلية المدرب، وأيضا ترسخ في عقلية اللاعبين المتواجدين معي، دائما هم يعني دائما يدفعوني أنه أكون في المناطق الأمامية، لأنهم عندهم الإحساس أنه أنا قادر أنه أفعل شيء في منطقة العمليات اللي هي منطقة الهجومية. نعم ممتاز. وأنت تذكر الكابتن فلاح حسن قبل لحظات، يعني هل صحيح كانت هنالك وشاية من أحد الأشخاص للكابتن فلاح حسن الذي طبعا كان كما ذكرت كان مدربا للزوراء، كادت تطيح يعني العلاقة مع فلاح
الكابتن فلاح حسن رغم إحرازك يعني هدف مهم في تلك المباراة، هل صحيح هذا الخبر؟ والله هو الحقيقة تعرف أنت يعني خلال مسيرة اللاعب وخلال خصوصا لما تكون يعني على مدى بعيد وطويل أكيد تحدث مواقف وتحدث يعني أمور قد تعكر صفو العلاقة ما بين اللاعبين أو ما بين المدرب واللاعبين. الموقف اللي ذكرته هو حقيقي حدث في أحد المواسم، وما أتذكر بالضبط يعني الفترة في أي موسم يعني في التحديد، لكن هو حقيقة حدث. أنت تعرف في ذيك الفترة يعني والنجومية اللي يمتلكوها لاعبي الزوراء على المستوى الشارع الرياضي، فبالتأكيد العلاقة تكون ما بين يعني اللاعبين والجمهور متواجدة وحاضرة. ففي وقت من الأوقات إنه في أحد المشجعين وهو يعني صديق يعني صار في حوار وحديث حول يعني طبيعة التدريبات داخل النادي وكيف الجرعات التدريبية وليش في بعض الأحيان يكون ضعف في المستوى الهجومي. فأنا من حسن النية يعني ومن حسن النية وإنه كلام يعني ما قصدي من وراء شيء يعني مجرد نقاش فني. تكلمت نعم. فتكلمت إنه التدريبات مالتنا تكون في هالطريقة وهالطريقة، في يعني شرحت له في بعض دون المساس طبعا في شخص الكابتن المحترم فلاح حسن، لكن هو في الحقيقة يعني من خلفي وراح نقل فصورة غير حقيقية يعني انه الكابتن سعد يتكلم عن الكابتن فلاح وانه ذكر انه التدريبات غير واقعية وما تخدم الفريق. فطبعا هذا شكل رد فعل عند الكابتن فلاح حسن. ففي يوم من الايام يعني واحنا حققنا مباراة اعتقد مع الصناعة وفزنا بيها وانا حققت الهدف، سجلت الهدف في تلك المباراة. فبعد الوحدة التدريبية اللي بعد المباراة في كان عندنا طبعا ريكفري اللي هو إعادة شفاء يعني تمرين بسيط وكذا، ولا انه الكابتن فلاح يخبرنا انه في اجتماع يعني ضروري بعد الوحدة التدريبية. جلسنا احنا داخل الاجتماع، انا كنت اتوقع حقيقة انه راح يكون الامر اشادة في مستوى الفريق واشادة بالنتيجة واشادة بمستوى اللاعبين، ولا نتفاجئ انه الكابتن فلاح يتكلم كلام قوي على انه يفترض انه اسرار النادي تكون يعني ما تخرج خارج اطار النادي. فاللي ما عرفنا احنا الحقيقه شنو الموضوع بقدر بعدين انه ما الكابتن فلاح انه اشار الي بانه الكابتن سعد اتكلم على الكادر التدريبي واتكلم على طبيعه التدريبات وغيرها من الأمور. فبالحقيقة يعني هذا شكل رد فعل قوي، أنا تأثرت حقيقة في تلك الفترة وشكلت صدمة بالنسبة لي، وحتى قسم من اللاعبين يعني هم وقفوا إلى جانبي في تلك الفترة ويعني أشاروا أن هذه الأمور تحدث. يعني أكيد اللاعب على مستوى جماهيري ممكن أنه يصدر كلام من هنا وهناك، لكن هو ما المقصود أنه التأثير على مسيرة النادي ومسيرة الفريق. فبالحقيقة هو كان رد فعل أنا اللي أثار فيه أنه كان ممكن هذا يكون على مستوى فردي يعني بين المدرب واللاعب ويتفهم شنو الموضوع وشنو اللي صار، وبعدين ممكن أنه يكون على مستوى جماعي وعلى مستوى الفريق، لكن هذا ما حصل طبعا في تلك الفترة. لكن مع هذا تجاوزنا الأمور وداركناها، والشخص اللي أوشى وتكلم هذا الكلام يعني إجا واعتذر ورجعت الأمور إلى مجاريها وحقق الزوراء النتائج اللي معتاد عليها دائما. هو يعني حتى أعتقد الكابتن فلاح حسن من أمام الجميع هم يوصل مسج من خلالك، ثانيا هو هم يدرس مفيد لحضرتك ولكل اللاعبين خصوصا اللاعبين الجدد الذي يعني يسمعونا ويشاهدونا، بين يعني أحيانا اللاعب بحسن نية يتناقش مع الجماهير وبالتالي ينعكس الأمر يعني ضده، وهذا يعني هم في الدرس مفيد يعني النقاش يكون مع الجهاز مع اللاعبين وضمن الإطار. كابتن سعد يعني أشكر صراحتك بهذا الموضوع، واسمح لنا أن نتابع ما قاله جيل الأمس عنك ولنا عودة، خليك ويانا. أخاكم حي وقدم لكم التحية والاحترام، أتمنى كل التوفيق لأن سعد يستاهل كل الخير وكل التوفيق، لأنه أيام ما كان لاعب كان لاعب مميز، كان يسجل أهداف من أماكن صعبة،
وأتذكر في اليوم شهادة من الكابتن فلاح حسن إنه كان في بعض المرات يعني تعرف مستوى منكم مستوى الحقيقي اللاعب أحيانا يمر بمستوى مو بيومه، فكان سعد أتذكر في إحدى المباريات ما كان في يومه الطبيعي، فبعض الأخوان قالوا كابتن فلاح حسن إيش عجب ما طلع سعد من المباراة، قال ما يثق بي سعد عبد الرحيم إنه في كل وقت ممكن يسجلنا هدف، وما تأتت هاي الثقة بشكل يعني احتواطي بقدر ما هي من خلال التجربة اللي مر بيها أكيد الكابتن فلاح حسن مع الكابتن سعد عبد الرحيم. أهلا بك مرة أخرى كابتن سعد، رغم مستواك العالي مع الزوراء لكننا يعني لم نراك مع المنتخب الوطني في الوقت الذي يعني المنتخب كان يضم لاعبين، إذا يعني أردنا أن لا نقول عليهم أقل منك مستوى فهم على أقل تقدير بمستواك، ما هي الأسباب التي جعلتك خارج أسوار المنتخب؟ الحقيقة أستاذ بلال، أنا توجهت لي دعوة في تمثيل المنتخب الأولمبي في 87 وكنت موجود فيها، وكان على رأس الإدارة الفنية في تلك الفترة الكابتن أكرم سلمان، وأيضا مثلت المنتخب العسكري في 88-89 وكان على رأس الإدارة الفنية بها الكابتن عبد الإله عبد الحميد، وشاركنا في تصفيات العالم العسكرية اللي أقيمت في الإمارات. أما على مستوى المنتخب الوطني الحقيقة يعني أنا لحد الآن ما أعرف شنو الأسباب أو الخفايا أو الأمور اللي تبعت هذا الموضوع، على الرغم من المستويات المتقدمة يعني اللي كنا نقدمها على مستوى الدوري والإشادة من الإعلام والصحف في تلك الفترة، لكن هو الحقيقة في تلك الفترة كان في جفاء ما بين الاتحاد ونادي الزوراء. يعني أنت تصور على يعني فترة الثمانينات، يعني إذا أتكلم لك من 84-83 ولحد 90-91 ما في لاعب في نادي الزوراء مثل المنتخب الوطني، وهاي مشكلة يعني حقيقة. هل إنه أعزيها إلى سبب العلاقة يعني خلينا نقول المتوترة أو الغير صحية اللي كانت بين نادي الزوراء والاتحاد اللي انعكست على قرارات بعض المدربين في تلك الفترة، على الرغم من المستويات اللي يعني مثل ما تفضلت الجيدة اللي كنا نقدمها. الشيء الآخر كابتن بلال، أنا في بعض الأحيان أفكر وأقول يمكن ما في يعني خلينا نقول رعاية. أنت تعرف هسه في الوقت الحالي إدارة النادي هي اللي تسعى دائما في علاقاتها وفي تواجدها على الساحة الرياضية أنه تدفع لاعبيها للمنتخب، بحكم أنه حتى في العلاقات مع الاتحاد أو مع المدربين أنه يا مدرب انتبه على اللاعب الفلاني، شوف اللاعب الفلاني، اسحب اللاعب الفلاني، هاي موجودة حقيقة. لكن في تلك الفترة أنا من وجهة نظري أحس أنه ما كانت في رعاية خاصة لسعد عبد الرحيم حتى يعطوه مثلا خلينا نقول فالدافع، ما يعطوه دافع يعني داخل وإنما دافع خارجي حتى أنه يساعدوه أن يكون كأحد لاعبين المنتخب الوطني. مثل ما تفضلت أنت، ما احترامنا لكل الكفاءات والإمكانيات والقدرات اللي كانت موجودة في تلك الفترة، كانت وفرة من النجوم، لكن هذا ما يمنع أنه أنا أكون كفرد وكشخص وكلاعب موجود وحاضر ضمن الفترة وضمن كوكبة النجوم اللي كانوا موجودين في تلك الفترة. مناولة واستلام جميل، رائد يناول ويستلم، وعاد العقلة وأمام المرمى، وهدف جميل ملعوب مرسوم للزوراء سعد عبد الرحيم، وهدف جميل ملعوب مرسوم للزوراء. مشاهدينا بالتأكيد هذا ليس كل شيء، فأنتم ونحن على موعد مع أحداث وأسرار وخفايا أخرى في مسيرة الكابتن سعد عبد الرحيم، سنتعرف عليها في الأسبوع المقبل ونحن نقلب معه صفحات الماضي والحاضر. ألقاكم بإذن الله في الجزء الثاني. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.